بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء الثامن المتعلق بمقرر أصول الفقه والقواعد الفقهية. في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا سوف نحاول أن ننتهي من القسم الأول من المقرر، وهو المتعلق بأصول الفقه. بقي معنا من المباحث المتعلقة بالدلالات موضوع المنطوق والمفهوم، موضوع المنطوق والمفهوم. إذا قيل المنطوق فإنه يراد به في عرف الأصوليين هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو يقال هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ في محل النطق، أو يقال هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ في محل النطق. مثال ذلك قوله أقيم الصلاة مثلا، فالأمر هنا بإقامة الصلاة هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ في محل النطق، هو ما دل عليه اللفظ ذلك في محل النطق. هذا يسمى المنطوق. ضده المفهوم، فالمفهوم هو المعنى اللازم للفظ مما لم يصرح به، أو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير محل النطق، المعنى اللازم للفظ مما لم يصرح به. مثاله: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية دلت على تحريم التأفيف بصريح اللفظ، الآية دلت على تحريم التأفيف بصريح اللفظ، هذا هو المنطوق. طيب، ما هو أشد من التأثير كالسب أو الضرب أو الشتم؟ هل هو ممنوع أو لا؟ ما رأيكم؟ الآية فقط قالت فلا تقل لهما أف، ما هو أشد من أف؟ هل هو ممنوع أو لا؟ ممنوع ومحرم. طيب، ما هو الدليل على أنه ممنوع ومحرم؟ ما هو الدليل على أنه ممنوع ومحرم؟ أخذنا الدليل من المفهوم، مفهوم هذا النص، وهو مفهوم الموافقة الأولوي، مفهوم الموافقة الأولوي. إذا كان الله قد منع هذه الكلمة فكيف بما هو أولى منها وأكبر منها وأعظم منها؟ هذا هو المفهوم. المفهوم ينقسم إلى أنواع، أو المفهوم يتنوع إلى أنواع: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو كون المعنى المسكوت عنه موافقا للحكم المنطوق، وكون المعنى المسكوت عنه موافقا للحكم المنطوق. ومفهوم الموافقة إما أن يكون مفهوم موافقة أولوي، مثل قوله فلا تقل لهما أف، فإنه يدل على تحريم الضرب من باب أولى، على مفهوم موافقة أولوي، أو مفهوم موافقة مساوي، مفهوم موافقة مساوي. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه الآية تدل على تحريم الأكل من أموال اليتامى بمنطوقها. طيب، تحريم أكل مال اليتيم. طيب، إحراق مال اليتيم ما حكمه؟
إحراق مال اليتيم. محرم، كيف عرفنا انه محرم؟ من مفهوم الموافقة المساوي، من مفهوم الموافقة المساوي لهذه الآية. فهذه الآية بمنطوقها، منطوق مفهوم المخالفة، تدل على تحريم مفهوم الموافقة عفوا، تدل على تحريم كل ما فيه تفويت لمال اليتيم. وهذا الحكم استفدناه من مفهوم الموافقة المساوي، مفهوم الموافقة المساوي. مفهوم الموافقة هو كون المعنى المسكوت عنه، مفهوم الموافقة هو كون المعنى المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، هو كون المعنى المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق. وعندنا مفهوم موافقة أولوي، فلا تقل له ما أف، المعنى المسكوت عنه ما هو أشد من أف، قلنا أنه محرم لأنه من باب أولى يكون محرما. المعنى المسكوت عنه وهو ما زاد عن أف هنا في هذه الآية حكمه أنه محرم لأنه موافق لحكم المنطوق، موافق لحكم المنطوق بل هو أولى منه. وعندنا مفهوم موافقة مساوي مثل الآية التي مثلنا بها. النوع الثاني مفهوم المخالفة، النوع الثاني مفهوم المخالفة. ويقصدون بمفهوم المخالفة هو كون المعنى المسكوت عنه، هو كون المعنى المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق، هو كون المعنى المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق. هذه الصحابية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ استشكرت فقالت هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. مفهوم المخالفة أنه إذا لم تر الماء، إذا لم ترى الماء فإنه لا غسل عليه. هذا مفهوم، وهذا يسمى مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، لأنه قال إذا رأت، هذا هو مفهوم الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم، سائمة، سائمة الغنم، المقصود بالسائمة هي التي ترعى لا تعلف، ترعى، في سائمة الغنم زكاة. مفهوم المخالفة أنها إذا كانت معلوفة يعلفها صاحبها أنها ليس فيها زكاة، أنها ليس فيها زكاة، هذا يسمى مفهوم المخالفة بالصفة، مفهوم المخالفة بالصفة. في سائمة الغنم زكاة، مفهوم المخالفة أنها إذا لم تكن سائمة فإنه لا زكاة فيها. قال تجلدوهم 80 جلدة، المنطوق أن الجلد 80، مفهوم المخالفة أنه لا يزيد ولا ينقص، هذا يسمى مفهوم العدد. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، مفهوم المخالفة أنه لا يجوز صيام الليل، وهذا مفهوم الغاية، مفهوم المخالفة بالغاية. آخر مسألة في المفهوم، هل المفهوم مفهوم المخالفة، هل مفهوم المخالفة حجة أو لا؟ الجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة خلافا للحنفية، الجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة، معنى حجة أننا نستطيع أن نبني الأحكام على مفهوم المخالفة، نستطيع
أن نبني الأحكام على مفهوم المخالفة. دل على حجية مفهوم المخالفة أن الصحابة كانوا يفهموا من تخصيص الوصف بالذكر انتفاء الحكم عما عداه. أن الصحابة كانوا يفهموا من تخصيص الوصف بالذكر انتفاء الحكم عما عداه. فهذا يعلى بن أمية قال لعمر رضي الله عنه: ألم يقل الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قال عمر ثم قال: وقد أمن الناس، فكيف نقصر وقد أمن الناس؟ تكون مخالفة. فقال عمر له: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة فصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. فالشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وهم من فصحاء العرب الذين نزل القرآن بلغتهم فهموا من تخصيص الحكم بوصف معين انتفاء الحكم إذا لم يوجد ذلك الوصف. انتفاء الحكم إذا لم يوجد ذلك الوصف. وبهذا نكون انتهينا من مبحث المنطوق والمفهوم. بعد ذلك ننتقل إلى آخر جزئية في الأصول، وهي جزئية الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد والتقليد. المقصود بالاجتهاد هو أن العالم يبذل وسعه وطاقته في استخراج حكم شرعي واستنباط حكم شرعي. هذا هو الاجتهاد، أن يبذل الفقيه والعالم طاقته ووسعه في إدراك حكم شرعي. والاجتهاد مهم جدا للأمة، وهو فرض كفاية على الأمة عموما، لأنكم تعرفون أن الأحاديث والآيات قليلة محصورة معدودة، لكن النوازل والمستجدات كثيرة. ففي كل يوم تأتي نازلة جديدة تحتاج إلى معرفة حكم الله فيها، فلا بد أن يتصدى لها أهل الاجتهاد والنظر ليستنبطوا الحكم الشرعي فيها ويرفعوا اللبس والجهل عن الناس. فالاجتهاد من حيث الأصل هو فرض كفاية على الأمة. والاجتهاد له شروط، ليس كل أحد يمكن يجتهد. الاجتهاد له شروط، ليس لكل أحد أن يجتهد. وقد ذكر علماء الأصول شروط، قد ذكروا شروطا للمجتهدين، وأنتم لستم بحاجة إلى ذكرها، لكنها مذكورة في كتب أصول الفقه. الشاهد أن تعرفوا أن ليس كل واحد يستطيع أن يجتهد، بل لابد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد. هناك أحكام لا يمكن يجتهد فيها، وهي الأحكام المجمع عليها، الأحكام القطعية، هذه غير قابلة للاجتهاد. يعني لا يقبل أن يجتهد أحد في أمر أجمع الأمة عليه ويخالف هذا الإجماع، هذا يرد قوله. لكن المسائل الخلافية، المسائل الجديدة، هذه يمكن يجتهد فيها. فمثلا حكم التأمين بأنواعه المختلفة المتعددة يصح أن يأتي مجتهد ويأتي بقول لم يسبق له حينئذ باجتهاده، سواء كان قول بالجواز أو قول بالمنع أو التفصيل. لكن لما تكون مسألة إجماعيا بالحكم صلاة الجمعة مثلا للرجال، حكم صلاة الجمعة للرجال، ثم يأتي شخص ويجتهد ويقول أنها سنة أو كذا، لا، حينئذ لا يقبل، لأن في هذا مخالفة للإجماع.
فالاجتهاد في المسائل الاجتهادية مقبول، والاجتهاد في المسائل القطعية التي هي محل إجماع لا يقبل، وحينئذ يكون الاجتهاد اجتهادا غير مقبول. ضد الاجتهاد التقليد، والتقليد هو الأخذ بقول العالم المجتهد. التقليد هو الأخذ بقول العالم المجتهد من غير معرفة دليله، من غير معرفة دليله. والتقليد في الأمور الفقهية أمر جائز، التقليد في الأمور الفقهية أمر جائز، وجرت الأمة منذ عهد الصحابة إلى اليوم على جواز التقليد في الأمور الفقهية. أما الأمور المتعلقة بأصول الاعتقاد كمعرفة الله ومعرفة أركان الإيمان وما الذي يجب على المسلم في هذه المسائل، فإنه لا يسوغ فيها التقليد، لأن هذه الأمور يقينية ينبغي على الإنسان أن يأخذها بقناعة تامة وبيقين تام، وليست هي محل التقليد، وليست هي محل التقليد، لأن الله ذم أهل الجاهلية حينما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون ومقتدون. الأمور اليقينية مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هذه لا يسوغ فيها التقليد، إنما التقليد يكون في الأمور الفقهية، في مسائل العقيدة الفروعية ونحو ذلك. من المسائل المتعلقة بالتقليد أن الشخص العامي، الناس إما أن يكونوا مجتهدون وإما أن يكونوا مقلدون، وما عدا المجتهد هو مقلد يسمى، والمقلد هذا درجات، المقلد درجات. من المقلدين العامة الذين ليسوا بمتخصصين، العامي يجوز له أن يختار من يشاء من العلماء لسؤاله بشرط أن يكون يثق في دينه وأمانته، وهذا يعني أن العامي لا يلزم بسؤال عالم أو مفتي معين، لا يلزم، فإن الصحابة قد كانوا يسألون من يشاءون من الصحابة حتى لو وجد الفاضل، فإنه يجوز سؤال المقبول مع وجود الفاضل، فإن الصحابة كانوا يسألون ابن عباس مع وجود أبو بكر وعمر، فدل ذلك على جواز سؤال المقبول مع وجود الفاضل. من المسائل المتعلقة بالتقليد أنه إذا اختلف العلماء فتعددت الفتاوى، فالعام يأخذ بقول من؟ أنتم معي؟ إذا تعددت الفتاوى واختلفت الفتاوى وتعددت الأقوال، الآن يأخذ بقول من أو بأي قول من هذه الأقوال؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل أنه يأخذ قول الأشد
أشد الأقوال يأخذ به، لأنه الأبرأ لذمته والأحوط. ومنهم من قال يأخذ الأيسر لأن الشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج، ومنهم من قال أنه يتبع الأعلم ويأخذ قول الأعلم. وكيف يعرف الأعلم؟ يعرف الأعلم من كلام الناس أو من كلام العلماء أو نحو ذلك، والأقرب أنه يتبع الأعلم. إذا تعددت الفتاوى واختلفت يأخذ بقول الأعلم، ويعرف الأعلم من حيث الشهرة والاستفاضة ونحو ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من أصول الفقه. ما بقي من وقت في هذه المحاضرة نأخذ جزئية مفاصل الشريعة، لأن المقرر بعد الاجتهاد والتقليد وضع جزئية متعلقة بمقاصد الشريعة. ما الذي يراد بمقاصد الشريعة؟ ما المقصود بمقاصد الشريعة؟ إذا قيل مقاصد الشريعة فماذا يعني هذا العنوان؟ طيب، مقاصد الشريعة هي الغايات والأهداف التي جاءت الشريعة بقصدها من تشريع الأحكام، أو بإرادتها من تشريع الأحكام. هي الغايات والأهداف التي وضع التشريع من أجل تحقيقها، التي وضع التشريع من أجل تحقيقها. هذه هي مقاصد الشريعة. أي تشريع لا بد له من مقاصد وأهداف. هذه هي مقاصد الشريعة. ما المقصد من الصوم؟ ما المقصد من تشريع الصوم؟ يقول الأفراح العطف على الفقراء. المقصد من تشريع الصوم منصوص في الآية، في آية الصوم. المقصد من تشريع الصوم مذكور في آية الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ لعلكم تتقون. نعم، فالمقصود والهدف والمقصد من تشريع الصوم هو حصول التقوى، هو حصول التقوى. هذا هو ما يراد بمفهوم مقاصد الشريعة، هي الغايات والأهداف التي جاءت الشريعة لتحقيقها من تشريع الأحكام.
المقاصد تقسم باعتبارات مختلفة. أول هذه التقسيمات تقسيم المقاصد باعتبار من صدرت منه، باعتبار من صدرت منه. تنقسم المقاصد باعتبار من صدرت منه إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. مقاصد الشارع هي المقاصد التي قصدها الشارع من وضع التشريع، وهي تتمثل إجمالا في جلب المصالح ودرء المفاسد. هذه مقاصد الشارع. أما مقاصد المكلفين هي المقاصد التي يقصدها المكلف من سائر تصرفاته. مقاصد المكلفين هي المقاصد التي يقصدها المكلف لسائر تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا. وهذه المقاصد تأتي معنا إن شاء الله لها قاعدة مستقلة، هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وتقدم معنا التفريق بين الصحيح والفاسد بحسب القصد، بحسب القصد. فالشاهد أن تقسيم المقاصد باعتبار من صدرت منه إما أن تكون مقاصد للشارع وإما مقاصد للمكلفين. في تقسيم آخر للمقاصد باعتبار الحاجة إليها، تقسيم المقاصد باعتبار الحاجة إليها، إما أن تكون مقاصد ضرورية وإما أن تكون مقاصد حاجية وإما أن تكون مقاصد تحسينية. ما مثال المقاصد الضرورية؟ نعم، المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهذه المصالح يحصرها العلماء بالضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض أو النسل وحفظ المال. هذه تعرف بالضروريات الخمس التي جاءت كل شريعة بالمحافظة عليها. الضروريات الخمس جاءت كل الشرائع بالمحافظة عليها، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه تعرف بالضروريات الخمس أو الكليات الخمس، وهذه مقاصد ضرورية لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا. الثاني المقاصد الحاجية، وهي التي يحتاج إليها في التوسعة ورفع الضيق والحرج. مثل ماذا مقاصد حاجية؟ صحيح، مثل القصر في السفر، مثل الرخص في المرض، سائر الرخص، مثل بعض العقود، عقود المعاملات، هي كلها من قبيل المقاصد الحاجية التي جاءت الشريعة بتشريعها رفعا للضيق والحرج على الناس. آخر نوع المقاصد التحسينية، والمقصود بالمقاصد التحسينية
هي التي تتعلق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، مثل الطهارة، مثل ستر العورة، مثل الأكل باليمين. هذه كلها مقاصد تحسينية، هي عبارة عن مصالح جاءت بها الشريعة لأجل تكميل الأخلاق وتكميل العادات، تعرف بالمقاصد التحسينية. فعندنا المقاصد الضرورية هي المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح في قيام الدين والدنيا، وعندنا المقاصد الحادية وهي المصالح التي جيء بها للتوسعة، وعندنا المقاصد التحسينية وهي المصالح التي تتعلق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق. آخر تقسيم من تقسيمات المقاصد باعتبار عمومها وخصوصها، باعتبار عمومها وخصوصها تنقسم بهذا الاعتبار إلى مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية، ثلاثة أقسام. المقاصد العامة هي التي تلاحظ في كافة أبواب الشريعة، مثل مقصد التيسير، هذا مقصد عام يدخل في كل الأبواب. المقاصد الخاصة هي التي تتعلق بباب معين أو أبواب معينة، مثل المقاصد الخاصة بالأسرة، أو المقاصد الخاصة بالتصرفات المالية، أو المقاصد الخاصة بالعقوبات. المقاصد الجزئية هي أقل، هي تتعلق بتشريع معين، مقاصد جزئية تتعلق بتشريع معين، مثل المقصد من الطلاق، مثل المقصد من باب الحضانة. هذا المثال يسمى مقصد جزئي. فعندنا مقصد عام، وعندنا مقصد خاص، وعندنا مقصد جزئي. إذا تعلق المقصد بكافة الأبواب فهو مقصد عام، إذا تعلق بمجموعة من الأبواب فهو مقصد خاص، إذا تعلق بمسألة أو بفصل أو بتشريع معين فإنه يسمى مقصدا جزئيا، يسمى مقصدا جزئيا. آخر نقطة، حكم العمل بمقاصد الشريعة. الاحتجاج بالمقاصد الشرعية في الحقيقة هو لا يخرج عن الاحتجاج بأدلة الشريعة العامة، فالأخذ بالمقاصد هو أخذ بقواعد الشريعة العامة، وهذا الأخذ يقوم به أهل الاجتهاد. فالاستدلال بالمقاصد والعمل بالمقاصد ليس إلى أفراد الناس، الاستدلال بالمقاصد والعمل بها ليس لأفراد الناس، إنما هو لأهل الاجتهاد. والعمل بالمقاصد لا بد له من شروط حتى على المجتهدين، العمل بالمقاصد لا بد له من شروط حتى على المجتهدين، ومن أهم هذه الشروط ألا يتعارض هذا المقصد مع الأدلة المعتبرة، ألا يتعارض هذا المقصد مع الأدلة المعتبرة. وهذا مرجعه لأهل العلم والاجتهاد. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام المقرض، وهو قسم الأصول. في اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ بالقواعد الفقهية، في اللقاء القادم نبدأ بالقواعد الفقهية بإذن الله تعالى. والآن إذا كان في هناك سؤال أو استفسار تفضلوا به. الفهم طريقه الحفظ، لكن الحفظ لا يكون حفظا مجردا هكذا، بكل حفظا مجردا بمعنى أن الإنسان لا يحاول أن يفهم ما يحفظ، وليس كل شيء يحفظ، ليس كل شيء يحفظ.
وهذا سؤال طويل أصلا يعني في طريقة التعلم وطريقة الدراسة. حكم العمل بالمقاصد إيش هو؟ حكم العمل بالمقاصد تكلمنا عنه أن المقاصد يجب العمل بها، والاجتهاد ينبغي أن يكون حجر الزاوية فيه هو تحكيم هذه المقاصد، لكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لأهل الاجتهاد لأنهم هم الذين يعرفون هل هذا المقصد مقصد صحيح أو لا، وهل هذا يتعارض مع الأدلة أو لا. نعم. طيب، أتمنى لكم التوفيق والسداد، ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله وفي أمان الله. السلام عليكم.